الحمد لله الذي خلق الخلائق كلها من ذكر وأنثى خلقها وبالعبادة كلفها ووصها وأمرها. الحمد لله الذي خلقنا وكسانا وكفانا وأوانا. الحمد لله الذي خلق كل شيء ويعلم كل شيء ولا يخفى عليه في الأرض ولا في السماء شيء. له الحمد في الأولى وله الحمد في الآخرة. اللهم لك الحمد يا ربي حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولين، ولك الحمد في الآخرين، ولك الحمد يا ربي في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم لك الحمد على النعم كلها ظاهرها وباطنها. لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، تعطي لمن تشاء وتنزع ممن تشاء وتغفر لمن تشاء وتهدي من تشاء وتتوب على من تشاء وتعذب من تشاء. الأمر أمرك والشأن شأنك والمشيئة مشيئتك والقدر قدرك. لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت. أنت الواحد الأحد، أنت الفرد الصمد، أنت الحي الحق القيوم الباقي الدائم إلى الأبد. لا إله إلا أنت. من أطاعك فاز، ربح وغنم ونجا وفاز، ومن عصاك ضل وزل وغوى، وفي الظلمات والضلال هوى. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. له الحمد في الأولين، وله الحمد في الآخرين، وله الحمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها ونعوذ بك من الجحيم وحرها. لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت. ترى حالنا وتعلم سرنا ونجوانا وقوتنا وضعفنا وحالنا وحيلتنا. لا إله إلا أنت، تعطي لمن تشاء وتنزع ممن تشاء. لا إله إلا أنت، ترى الظالمين وتعلم ظلمهم، ترى الظالمين وترى مكانهم، ترى الظالمين وتعلم سرهم ونجواهم، تعلم عددهم وترى مددهم، ترى قوتهم وضعفهم وحالهم وحيلتهم وسحرهم وأسحارهم. لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت. أنت الله في الأرض، أنت الله في السماء. لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت. تعلم سر كل جني وتعلم حقيقة كل جني، ترى سحر كل جني وتعلم قوة كل جني، ترى ضعف كل جني، تعلم سر كل جني. لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت. ترى عددهم، ترى مددهم، ترى قوتهم، ترى أسحارهم، تعلم سرهم وعلانيتهم، ما أخفوا وما أظهروا وما أبدوا. لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، لا ولا إله غيرك، ولا
في السماء ولا في الأبدان شيء، لا إله إلا أنت العظيم أنت، أنت الكريم أنت، لا إله إلا أنت. لك الحمد يا ربي في الأولين ولك الحمد في الآخرين ولك الحمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم لك الحمد في الفقر وفي الغنى ولك الحمد يا ربي في المرض وفي الصحة. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد يا بعد الرضا، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت. الأمر أمرك والشأن شأنك والمشيئة مشيئتك والقدر قدرك، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، لا لا إله إلا الله كبير، لا إله إلا الله ثقيل، لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله. لأجلها خلقت السماوات والأرض، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، والله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، والله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر. والله أكبر من كل ظالم وظالمة، والله أكبر من كل ظالم من
صاد لا إله إلا الله والله أكبر والله أقوى والله أعظم والله أعز وأجل لا توارى في الأرجل توارى في البطن توارى
في الأمعاء حي
اللهم اقطع انفاسا،
انفاسات اللهم اقطع 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 انفاسات كل حية من الافاعي حية سامة حية بسم الله تعدد بسم الله اينما كانت وكيفما كانت باي سحر دخلت وكانت بسم الله تعدد بسم الله تعدد بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله تعذب بسم الله بسم الله بسم الله يقال سحرها يقال سحرها يقال سحرها يقال سحرها يقال سحرها في المقابر يقال سحرها في القبور يقال سحرها تحت التراب يقال سحرها في الأشجار العلق يقال سحرها في مغب الريح في الأشجار في مغب الريح يقال سحرها يقال سحرها بالصور علق علقوا بالصور علق علقوا بالصور علق علقوا حي سحرها في الأشجار سحرها في فروع الأشجار علق من قديم من قديم علق حي بالصور وكروها بالصور وكروها بالبلاسم والصور بالحجب والصور معلقة والصور بسم الله يبطل سحرها في مغب الريح يبطل سحرها صديقات بالصور علقت في الأشجار صديقة من زمان من قديم علقت في الأشجار وكانت حية أفعى حية بالصور حية بسم الله يبطل بمطر السماء يبطل بمطر السماء يبطل أينما كان يبطل يزول يبطل تفكر بعضه وعقده بسم الله يبطل 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 سحرها سحرها يبطل بسم الله اللهم أبطل سحرها أخرج يا رب سحرها وأبطل سحرها وافضح سحرها صديق من قديم من زمان من سنين منذ الصغر منذ الصبا منذ الشباب والصبا من سنين
أخذت صورتها علقت صورتها أخذت صورتها علقت صورتها أخذت صورتها علقت صورتها مع الشعر علقت صورتها مع شعرها مع شعرها مع شعرها علقت صورتها علقت صورتها مع الثياب علقت صورتها حسدا سما وحسدا حقدا وحسدا غدرا وحسدا شيطانا من الحياة وكلتها حسدا وحسدا شيطانا من الأفاعي وكلتها وكلتها بسنين في يدها من سنين في يدها من سنين أصحاب الشمال حيّة بسم الله يقال سحرها بسم الله يقال سحرها بالصور يقال سحرها بالصور يزول سحرها يسقط شعرها من كل شجرة من كل شجرة فروع وشجرة فروع وشجرة بسم الله اللهم يا ربي وافضح سحرها اللهم وافضح سحرها اللهم وافضح يا ربي سحرها اللهم وافضح وافضح سحرها اللهم وافضح سحرها قريب في شجر اللهم افضح سحرها بعيد في شجر بعيد في شجر بعيد في شجر بالصور في شجر اللهم افضح سحرها وفي المنام ألغى سحرها اللهم افضح سحرها وفي الرؤى أظهر سحرها وفي الأحلام أرنا سحرها وفي المنام أرنا سحرها وما أضلت
وما زلت وما غوت. اللهم رب السماوات السبع وما قلت، ورب الشياطين وما ضلت وما زلت وما غوت. اللهم يا إله الناس ويا رب الناس، يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد، يا قيوما إلى الأبد، يا مجيب دعوة المضطرين، يا من تسمع وترى ولا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء ولا في الأبدان ولا في الأبدان ولا في الأجسام ولا في الورى. سيدي ومولاي، يا من نصرت موسى على السحر، يا من نصرت موسى على السحر ورفعت قدر موسى على السحر. اللهم رب الناس ويا إله الناس، يا من نصرت موسى على السحر، يا من رفعت قدر موسى السحر وغزلت السحر وغزلت السحر وغزلت السحر وغزلت السحر وغزلت السحر وأبطلت سحر السحر ونصرت محمدا على السحر وفضحت سحر السحر وأرسلت الملائكة. اللهم أعنا بجندك وأمدنا بجندك وانصرنا بمددك وملائكتك وعونك وملائكتك وعونك وملائكتك وعونك. لا إله إلا أنت تعلم السر والجهر والخفاء، تعلم ترى ما لا نروه، ترى ما لا نروه، ترى يا ربي ما لا نروه، ترى 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 ما لا اللهم يا ربي وافرح أسحارهم، اللهم يا ربي وأظهر أسحارهم، اللهم يا ربي أرنا 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 أسحارهم واتنا بأسحارهم. اللهم وابطل أسحارهم وافضح أسحارهم وأرنا حيا في يدها في يدها في جسدها في عروقها ودمها، يا من ترى كل حيا، يا من ترى كل حيا، يا من ترى كل حيا. تسمع وترى بسم الله بسم الله. اللهم شل حركتها، 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 اللهم شل أيديها وأرجلها، اللهم شل حركتها، اللهم شل حركتها، اللهم شل حركتها، واقطع مددها وقوتها، واقطع مددها وقوتها.
الأعداء واقطع مددها وقوتها. اللهم شل حركتها واقطع مددها وقوتها. لا إله إلا أنت، لا أنت القيوم إلى الأبد، أنت الحق لا إله إلا أنت، تحكم بالعدل لا إله إلا أنت، وأنت عدل لا إله إلا أنت. إلى الحق دعوناها فأبت، إلى الإسلام والسلام دعوناها فأبت، إلى لا إله إلا الله دعوناها فأبت، إلى التوحيد دعوناها فأبت، وعيشة الذل تحت أقدام السحرة أحبت ورضيت ورضت، لا إله إلا أنت. إلى الحق الذي ليس بعده إلا ضلال دعوناها وأبت، إلى لا إله إلا الله دعوناها وأبت، إلا الكفر والظلماء والضلال والتضليل أبت. حيها نسيت أن لهذا الكون ربا يسيرها، نسيت أن للخلق ربا خلقها، نسيت أن للكون ربا كورها، نسيت أن الله جل وعلا خلقها بالسمع والبصر والعقل والقلب، أكرمها أحسن خلقتها، بل وأجمل شيء أنها مكرمة بالعقل، والأولى أن تشتغل بهذا العقل والفكر والتفكير فيما يرضي من أعطاها هذا العقل وفضلها على كثير من المخلوقات أمثال هذه الحياة. أعطاهم شهوة بجون عقل يسعون في الجحور. توب إلى الله، أليس هذا الرب الأفضل أن يعبد ويطاع ويحمد الذي كرمك بالعقل والفكر؟ الأولى أن يطاع، الأولى أن لا يعصى، الأولى أن يعبد. ولكن ربما غرك سحرك المعلق بالصورة المعلقة، ربما غرك قوتك ولا اختبارك ولا طول عمرك ولا المدى الذي قضيته في جسدها، فلا تغتر لي. خاب المغرورون، خسر المغرورون، ولأخذك الغرور. كم فات قبلك وانقضى من الجن كبارا وصغارا وشياطين ومردة، ماتوا. هل نفعهم بطشهم أمام الموت بشيء؟ أم سحرهم أمام الموت بشيء؟ أم قوتهم وطول عمرهم أمام الموت بشيء؟ أم الساحر أو الساحرة التي أرسلتهم أو الذي أرسلهم بشيء؟ فيوم تقبض الرحلة بشيء، لا تقديم ولا تأخير. توبي إلى الله، توبي إلى الله، فأنت في نعمة. النعمة أنك تدعين إلى الحق، فالعذاب سهل. إذا صلت ستعذبين، إذا توضأت تعذبين، إذا رتلت القرآن تعذبين، إذا حملت في يديها مصحفا تعذبين، إذا سمعت قرآنا تعذبين، إذا صلت ركعة أو سجدة ولو تسبيحة ولو تهليلة ولو تكبيرة ولو ذكرى تعذبين. فكل شيء يسمى عبادة فرضه الله وفيه تقرب إلى الله عبادة، خمارها عبادة،
ثمرها بالنسبة لك عذاب، وعذاب الله عباده في كل شيء يرضي الله فأنت تتعذبين، ولكن تظنين أن الصبر سيطول. فصبر الدنيا تصبرين على العذاب، ولكن أمام الله جل وعلا لن تصبري على العذاب. أمام رب الكائنات لن تقضي على العذاب. فعذاب الدنيا قد يزول ووقته محدود وله مقدمة وختام، ولكن هيهات هيهات. عذاب الآخرة عظيم شديد غليظ، مقدمة بلا ختام، خلد في الجحيم، تعاسة وحرق وملائكة يضربون وجهك ودبورك. تبي إلى الله، عودي إلى الله، ادعيني لله، أطيعي الله كلك الله. فلتتوب إلى ربك جل وعلا توبة نصوحة. نرضى لك الذل، ندعوك إلى الخير أقبلي على الله، ونحب لك الخير أقبلي على الله، ونتمنى لك الخير. والجميل والأجمل لن تلذذ بصراخك ولا ألمك وعذابك ولا صرعك، أفضل مما نتلذذ بتوحيده وتوبة ورجوع وخضوع وإنابة. فيا من تسمعين وأكرمك الله بعقل وقلب تحسين وتبكين وتتألمين وتصرخين وتفرحين وتعشقين، يا من كرمت بالعقل، أليس للعقل رب خلق؟ يا من كرمت بالجسد والسمع والنظر والبصر، أليس لهذا الجسم رب صنع خلق؟ أحسن خلقته صوره، فأنا أكلم مخلوقا من مخلوقات الله فضل على الكثير من المخلوقات، وكرم بالعقل، كرمت بالعقل. أنا أخاطب عقلك لا شهوتك، أنا الشيطان الذي يوسوس لك، أنا أخاطب العقل الذي يفكر الذي ينظر إلى المدى البعيد الذي تعوج فيه تساؤلات، ولكن الوقت المحدود يريد الغطس فيها والغوص فيها، ما يريد تساؤلات. فكما تعلمين وكما نعلم أنها كما قلنا كلما صلت تتعذبين، فلماذا بالصلاة تتعذبين؟ لماذا بالقيام تتعذبين؟ لماذا بالصلاة والسجود والركوع تتعذبين؟ لماذا بالوضوء تتعذبين؟ مجرد حركات، مجرد حركات، مجرد حركات. هذا هو السؤال. الوضوء ومجرد حركات. نعم، القرآن حروف عربية مثل أي كلام عربي، مجرد كلام حقيقة. هذا هو التساؤل، هذا هو السؤال. هذه الفكرة التي ستطرح عليك وطرحت عليك كل مرة تراودك، ولكن لم تغوص بها. كل جن سكن جسم مسلم أو مسلمة تطرح على عقلها هذه الأفكار وهذه التساؤلات. فربما أتيت من الجحور والغابات والخلوات والفلوات، وأنت وأعفى وأوسخ الأماكن، أتى بك ساحر أو ساحرة تعملين بأمره، تلجين بأمره، تأتين بأمره، سجود وطاعة وتذلل أمام هذا الساحر. ولكن لما تسكن الجنية أو الجني جسم إنسان مسلم، ليس كالذي يسكن جسم يهودي أو نصراني يخدم. هذه الحقيقة. العذاب أقسم بالله العذاب هين. إحنا معروف عندنا آيات العذاب، آيات الحلق، آيات الأفاعي، آيات الغواص، آيات سهل سهل جدا. ولكن الصعب أن نفتح العقل ونخرج الأفكار الخبيثة النادرة، ونضع في هذا العقل أفكار جميلة
أفكار صحيحة، أفكار صائبة، فأنا لا أريد لهذا ولا هذا، أبصرك. فكلما بصرت بالحقيقة، كلما بصرت بالحقيقة وعرضت عليك الحقيقة التي لأجلها خلقت، كلما ضعف لك العذاب، لأنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. إذا عرفت الحق وأبيت الكفر يضاعف العذاب، إذا عرفت الحق وأبيت الظلم يضاعف العذاب. فيا معشر الجن، أناديكم جملة، كل الإنس لا يراكم، ولكن الذي خلق الإنس وخلقكم يراكم، الذي صوركم أحسن صورتكم يراكم، الذي يعلم خائنة الأعين ما تخفي الصدور يراكم، الذي يعلم ما تخبئون في عقولكم وأنفسكم يراكم، ولا يخفى عليه شيء. سبحانه لا يظلم العباد مثقال ذرة، ولكن في خلقه تباعد الطبقات والأفكار والأديان أمر وشأن يعلمه سبحانه وتعالى. لا أدعوك لخدمتي أو لطاعتي، لا أدعوك لتخدمي سحرا وتكوني كلبة مسيرة، لا أفعلك ما فعل الساحر، أتى بك من مكان إلى مكان فيه طاعة وتذلل لهذا الساحر أو الساحرة. أسأل الله يفتح بصيرتك أولا وأن ينير بصيرتك. فالجميل ألا نيأس من الدعوة إلى الحق، لأنها هي الأصل. فتكفينا قصة نوح كالنبيذ في قومه، لا نيأس ولا نكل ولا نمل. فيا من كرمت بالعقل، أريد جوابا، والله أريد، أقسم بالله أريد جواب، لا أريد عذاب، أريد عقل يشتغل ونقاش وفكرة تطرح، ولا أريد عذاب، أريد دعوة إلى الحق وسؤال وجواب أفضل من عذاب. يا من كن أنت بالعقل، سؤال: القرآن حروف حية عربية مثلها مثل باقي الكلام، لم تسألي نفسك يوما لماذا تتأذين بحروف العربية؟ هي كلام الله، لم تسألي نفسك يوما. ولا سؤال طرح، ولكن هناك صد وغلق، فلا إله إلا الله. يا من كرمت بالعقل وحباك الله بالعقل، ميزك على باقي المخلوقات بالعقل، يوجد أفاعي في الكون وحيات وثعابين يعيشون في الجحور والغيران المكرم، وشمع بالعقل. لكن لماذا عطاك الله العقل؟ الله إذا يخاطبك ويقول لك في القرآن: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إني أنا الرزاق ذو القوة المتين. ما دمت تؤمن بالعقل إلا والقرآن نزل ومفروض عليك أن تسمعيه وتستجيبي لكلام الله فيه، وتساقي إلى الخير، وتذعني للحق سبحانه وتعالى، وتتوبي وتقبلي على الله، فعذاب الدنيا سيزول، ولكن هناك عذاب غليظ شديد عظيم لا نهاية له، جهنم بئس المصير. ملائكة غلاظ شداد، جهنم لها 70,000 زمام، في كل زمام 70,000 ملك يجرونها، لا إله إلا الله، خلد فيها لا خروج منها. فاتق الله، كم مات قبلك من السحر، كم مات قبلك من خدام السحر، كم قتلوا، هل أخذوا معهم طلسما أو كتابا أو حجابا، هل أخذوا معهم سما، هل أخذوا معهم حسدا، هل أخذوا معهم عينا وحسدا، هل نفعتهم كتبهم في شيء، نفع كفرهم في شيء، لم يأخذوا معهم شيئا، ذنوب وأوزاع وطنة العظام ضلل وتضليل، رب غضبان ينتظر يوم القيامة، حساب شديد.
وعقابه لا نهاية له، لا ختام له، بداية بدون نهاية. دنيانا قصيرة، دنيانا مصيرها إلى زوال، دنيانا محدودة ومحصورة ومعدودة. دنيانا قال فيها ربنا جل وعلا: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمين، والسماوات مطويات بيمين، سبحانه وتعالى عما يشركون، سبحانه وتعالى عما يشركون. قبضته يوم القيامة يطويها كطي السجن للكتاب. سبحانه سبحانه، فلا تغتر لي لا بقوة ولا بسحر، لا تغتر لي بطول مدة ولا بساحر يبعث مددا ونصرة وسحرا، لا تغتر لي بصحة أو طول عمر فهذا لا يساوي أمام الله شيئا. إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فأسأل الله العظيم أن ينير بصيرتك وافتح بصيرتك، أسأل الله ينير بصيرتك وافتح بصيرتك حتى يشتغل هذا العقل، حتى يعمل هذا العقل، حتى يشتغل العقل ويعمل العقل. أسأل الله ينير بصيرتك. فما هي الفائدة وراء كل هذا؟ لك أجر، لك أجر، أجيبي، لك أجر. أتربحين شيئا؟ أتفوزين بشيء؟ عندك مرضى شهرية تعملين لمقصد معين، أم أنك كلبة مسيرة فقط وتعلمين أنك كلبة مسيرة، أفعى ثعبان مسيرة، خادمة سحر مسيرة وليست مخيرة، نقلت من الحرية إلى العبودية، نقلت من عبادة من الحرية لنفسها إلى طاعة الساحر بيضاها وعبادة الساحر بيضاها. فسبحان الله، ديننا ديننا ينقل الناس خرجا من العبودية إلى الحرية. فلولا الإسلام، فلولا ديننا الذي هو الإسلام فماذا يحصل؟ نعطيك هذه نقطة زوينة. فلولا الإسلام لكان قاع أوباما ما كانش رئيس لأمريكا، لكان أوباما باقي أسود ويجلد، لكان باقي دابا يجلد، لكان السود يجلدوا واضح. ولكن ديننا عظيم سوى بين الأبيض والأسود، ديننا ما أعظمه، ديننا ما أجمله، ديننا ما أحلاه. خرجوا الناس من الظلمة إلى النور. سمعت إذ ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، ولكن مع المدة غادي يحيد هاد الغروب، فتقبلك بزاف ما يضمش أمام كتاب الله. كوني على يقين سيأتي عليك وقت محدود قدره الله ويعلمه الله. أقسم بالله العلي العظيم، يا إما الخروج، يا إما الإسلام، يا إما الموت، يا إما الفرار. واضح واضح واضح. فلا تغتر لي بطول المدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا
الملائكة وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا نزل علينا الملائكة وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا نزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل وقدمنا فجعلناه هباء منثورا فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء ما جئتم به السحر إن الله سيبطله 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 إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله كل سحر قديم بالصور قديم بالصور قديم بالطلاسم والحساب